السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير من أوكلاند في نيوزيلندا، معاكم شيناز محمد. النهاردة قررت أن أنا أصور لكم وأنا سايقة بالعربية قواعد المرورية في نيوزيلندا. ده هتفيد الناس اللي معاها رخصة انترناشنال وعايزة تحول رخصتها لرخصة نيوزيلندية، هيعرفوا ايه قواعد الطريق بالظبط، لأن احنا بنسوق من اليمين وفي ناس طبعا كتير بتسوق من الشمال. فهقول لكم قواعد الطريق باختصار وايه الغلطات، ان هي يعني علشان الامتحان في الامتحان تكون يعني ما يقعوش، ما حدش يقع فيها يعني ان شاء الله. فتعالوا معايا ونشوف ان شاء الله واحنا ماشيين في الطريق مع بعض. انا رجعت لكم تاني، حاليا احنا ماشيين في الطريق. احنا دلوقتي السرعة هتلاقيها بتبقى موجودة في جانب الطريق، موجودة هنا هي على في الجنب 50، مكتوب تحتيها سكول زون اند، يعني ان هي في منطقة المدرسة، لان هنا في مدرسة في المنطقة. ف بيكون طبعا السرعة لازم تكون اقل من 50 علشان الطلبة، عشان الامان بتاع الطلاب لو حد كان بيجري او اي حاجة. لكن في الحالات العادية يعني احنا هنا بنمشي 50 بين في الشوارع اللي هي بيعتبر بين البيوت، يعني مش على شوارع رئيسية. هقول لكم طبعا هنا الشارع حارتين زي ما انتم شايفين، كل واحد بيمشي في حارته، فاحنا يعني نبقى مخليين بالنا واحنا ماشيين في الشارع. طبعا بنخلي بالنا لو في عربيات طلعت قدامنا بنهدي السرعة، بندي مجال للناس انها تعدي، بس في نفس الوقت ان احنا ما نوقفش مرة واحدة ويكون في عربيات ورانا تخبط فينا. طبعا الاشارات لازم بنستخدمها على طول قبل ما ندي اشارة بثلاث ثواني، ونبقى نخلي بالنا دي اسمها راوند اباوت اللي هي الدوران. فاحنا بندي اشاره واحنا داخلين، يعني انا دخلت شمال فاديت اشاره شمال وبصيت، بقى انا بقى يعني بدي الاولويه للي جاي من اللي على اليمين. لو حد جاي من على اليمين بدي له اولويه ان هو يعدي الاول، طبعا مش الاولويه اللي في الدوران، او طبعا اولويه طبعا اللي جوه الدوران وكده، لكن احنا القانون انك بتدي اولويه للي جاي من على اليمين الطريق. طبعا احنا لازم نمشي 50 او اقل شوية 49 مفيش مشكلة، على حسب يعني حالة الطريق، لو زحمة لو يعني لافف زي ما انتوا شايفين. طبعا الطريق فيه اشارات كتير، فيعني لازم طبعا كلنا بنتبع الاشارات. دلوقتي انا داخلة على اشارة وهي خضراء، هخش يمين فلازم ادي اشارة قبليها بثلاث ثواني. طبعا الاشارة بقت اورنج فخطر ان انا اعدي، او اصفر. فبستنى لحد ما الطريق يفتح لي اخضر عشان اعدي. طبعا هنا اهم حاجة احترام قانون الطريق، لازم يعني القانون يتبع. استنوا معايا لحد ما اعدي ان شاء الله الإشارة تفتح. خلاص انا كده الإشارة عندي خضراء وفي تحتيها سهم اخضر، يعني كمان ان انا اللي يخش يمين يعني مسموح ان انا ادخل يمين. الطريق حاليا دلوقتي هيكون 70، لازم امشي 70 او اقل شوية برضو على حسب حالة الطريق. يعني لو في مطر الناس بتقلل شوية المطر، يعني بتقلل السرعة شوية في المطر، فلازم نخلي بالنا لان الارض بتكون يعني سليبري شوية، مزحلقة شوية، فلازم برضو. ولازم حاجة اسمها سيفتي جاب بيني وبين العربية اللي قدامي، يعني بكون سايبة مسافة كافية بيني وبين العربية اللي قدامي، مش هكون يعني العربية لازقة في العربية اللي قدامي، ده خطر. بس طبعا في ناس بتعمل كده يعني، بس لو انا بتكلم على وقت الامتحان، لو الاوفيسر او اللي هو اللي بيمتحن اللي بيبقى قاعد جنبي وحد بيمتحن وكده، لو شاف ان انا مش مدية مسافة مناسبة بيني وبين العربية اللي قدامي، فبتكون ده طبعا يعني غلط جدا يعني.
الإشارة خضراء فأنا ما بهديش السرعة، باخد سرعتي عادي بتاعة الطريق وبدخل. طبعا المرايات لازم نبص عليها، يعني مفروض بمعدل كل 10 ثواني أعمل تشيك على المرايات كلها، ده المفروض. دلوقتي احنا داخلين على سرعة 50 لان احنا داخلين على منطقة سكنية، فلازم نلتزم بالسرعة المحددة لينا. طبعا الليمت اللي مسموح فوق السرعة هو 5 كيلو بس، يعني لو 50 مسموح لي ان انا امشي 55 او 54 او 53 او 52، يعني ما زودش عن 55، لان بيبقى في رادارات جنب الطريق، بيكون في ورديات بوليس ماشيين في الطريق، فيعني لازم وبيكون معهم رادار مثلا، لو لقط السرعة على طول هيطلعوا ورايا وهيقوموا موقفني على جنب ويدوني مخالفة سرعة. فلازم نخلي بالنا جدا من الحاجات دي، الالتزام بالقانون لازم مهم. طبعا بنخلي بالنا من الاشارات في جنب الطريق، لان في هكلمكم على اشارة اسمها جيف واي واشارة اسمها ستوب ساين، هقول لكم القاعدة بتاعتها ان شاء الله يا رب تقابلنا علامة منهم اقدر ان انا اكلمكم عليها باستفاضة. طبعا انتوا شايفين في خط اصفر جنب الطريق جنب الرصيف، ده ممنوع منعا تماما ان حد يركن في العلامة دي، يعني طالما الخط اصفر جنب الطريق ممنوع ان احنا نركن. لو مفيش خط او الخط ابيض ده بنركن عادي مفيش مشكلة. زائد كمان الحارة اللي انا ماشية فيها دي اسمها T2 دي معناها ان اللي يكون راكب في العربية 2 فيما فوق، ومكتوب الوقت بتاعها من الساعة 7 صباحا للساعة 9 او من الساعة 3 للساعة 6 مساء، Monday to Friday من يوم الاثنين ليوم الجمعة. بعد كده مسموح ان انا امشي فيها في اي وقت باي عدد موجود في العربية سواء واحد او اي حاجة. بنلتزم طبعا بقواعد الطريق، انا هدي اشارة طبعا عشان انا عايزة اغير الحارة اللي انا فيها واروح على الحارة التانية، ببص على مراياتي بقلل سرعتي وبدخل وبشيل الاشارة. فلازم لما نيجي نغير الحارة ندي اشارة، نبص على المرايات، نبص على البلايند سبوت ونمشي. الطريق امان طبعا بنخش على الحارة، مش امان بنستنى زي ما احنا ونخش. طبعا كل عربية ملزمة بانها تمشي في الحارة بتاعتها، ما ينفعش ان احنا نكون ماشيين على الخط. طبعا لو في اسعاف مثلا او في عربية بوليس مشغلة الانذار بتاعها لازم بنجنب شمال الطريق، بندي اشارة ونجنب شمال الطريق علشان العربيات دي تعدي، وما ينفعش ان احنا نجري والعربية تجري ورانا، مش نفس القانون بتاع مصر خالص. يعني لازم ان طالما في عربية اسعاف او عربية بوليس لازم ان احنا ومدية طبعا سرينا وانذار ان عايزة تطلع، لازم كل العربيات بتجنب جانب الطريق وتروح، يعني بتخلي العربية تعدي. الحاجات دي مهمة جدا لان الامتحان يعني لو 3 غلطات طبعا الامتحان يعني بتسقطوا فيه يعني بعد الشر، فلازم تكونوا منتبهين جدا. طبعا انت يعني واحنا واقفين في الاشارة لازم نكون قبل الخط الابيض اللي مرسوم في الارض، ما ينفعش ان احنا نكون دايسين عليه. طبعا بيكون جانب الطريق بيكون ماشي العجل، يعني ناس سايقين عجل وماشيين، لما نعدي من جنبهم لازم على الاقل نسيب 1.5 متر بنهدي السرعة. طبعا بنقوم مجنبين خالص بعيد عنهم بحوالي 1.5 متر، ده القانون علشان ما نأذيهمش، لان في حوادث كتير الناس بتكون مسرعة مثلا او حتى لو مش مسرعة مقربة منهم جدا يتخبطوا في المراية مثلا بتاعة العربية يتضروا جامد يعني. فلازم بنجنب
على حوالي متر متر ونص بعيد عن العجل اللي ماشي جنب الطريق. طبعا ما صادفتناش لحد دلوقتي عجلة، وانا اوريدي بعيد عنها لان انا في الحارة البعيدة. زي ما انتوا شايفين في الجنب اليمين موجود فيه علامة ان انا ممكن ادخل يمين، بدي اشارتي وبخش الحارة دي، بس انا عايزة امشي على طول حاليا، فانا بفضل في الحارة بتاعتي. لو عايزة اخد يمين بدي اشارة قبليها بثلاث ثواني وادخل الحارة اللي انا عايزة اخشها. طبعا زي ما انتوا شايفين دي تاني عربية بوليس اشوفها النهاردة وانا ماشية زي ما انتوا شايفين. فيعني الدوريات بتكون ماشية على طول في الشارع، الحمد لله البلد امان. انا مش هقول ان مفيش سرقات حاجات من دي، بس يعني الحمد لله انا ما تعرضتش شخصيا لاي موقف، وانا شايفة ان البلد امان الحمد لله، لان بلاقي على طول دوريات البوليس ماشية في الشارع، الخدمات موجودة، يعني ان هما يعني في اي وقت لو انت اتصلت في ثواني بيكونوا عندك يعني على طول. ربنا يبعدنا عن اي حاجة وحشة. زي ما انتوا شايفين كل واحد ملتزم بالقانون وماشي في حارته. بخلي بالي من الإشارات اللي جنب الطريق، لأن في أو الإشارات اللي في نص الطريق، لأن في إشارات مثلا إن أنا ممنوع أعمل يوتيرن إن أنا ألف يعني، فلازم أكون واخدة بالي من الإشارات كلها. لأني عايزة أدخل يمين فأنا واقفة ورا العربيات اللي داخلين يمين. خلاص السهم اللي بيقولي ان انا مسموح لي ان انا ادخل يمين دلوقتي بقى لونه احمر، لكن الاشارة الخضراء اللي ماشي على طول، فانا عايزة ادخل يمين. طبعا يعني في قدام مكتوب في حاجة اسمها رود وورك، ففي ده مثلا لو بيبقى في شغل في الطريق، في تصليحات، في حاجات من دي، بيكونوا شايلين سرعة الطريق الأساسية لو مثلا 50 أو 60، بيكونوا مثلا حاطين سرعة تانية 30 مثلا، علشان يعني ان ده في شغل وفي عمال في الطريق. طبعا بيكونوا حاطين قراطيس لونها أورانج، بكون ماشية ومتبعة السرعة اللي هم قايليني عليها اللي هي السرعة المؤقتة اللي موجودة، فبكون متبعة القانون ده. دلوقتي احنا عدينا هنا الطريق سرعته 80، هو ده مش موتور واي، بس هو علشان مفيش سكن وكده، فيعني السرعة معلينها ل 80. بس انا هدخل شبال فبدي اشارة، هي دي بقى اشارة اسمها جيف واي، بيكون مثلث مقلوب مكتوب عليه جيف واي. بفضل هنا مستنية لو خلاص الطريق يسمح ان انا ادخل بدخل على طول. فدي القاعدة بتاعتها ان انا بستنى، دي ما بيكونش ليا فيها اشارة، فانا هدخل شمال فبستنى اشوف اي عربية جاية من جهة اليمين هتخش في الحارة اللي انا هدخل فيها. لو في بستناها هي الاول انها تخش وتعدي، لكن لو مفيش بدخل وبعدي عادي. دي برضو اشارة تانية جيف واي، بدي الجيف واي او الطريق للناس اللي جاية من على الطريق من على الجهة اليمين، وبدي اشارة لما اطلع الحارة بتاعتي. لو انا دلوقتي ماشية على طول بمشي على طول من غير اشارة، بس اول لما خلاص قربت ان انا اطلع بدي اشارة شمال ان انا هطلع اخش في الحارة دي. طبعا لو انا حلف في الدوران كله تماما بدي اشارة يمين ان انا همشي كل الدوران للجهة اليمين، وبدي اشارة تانية وانا طالعة من الدوران.
هنا هكلمكم على قاعدة بسيطة بس كده. احنا دلوقتي دخلنا مول اسمه ألباني مول، فأنا هركن في أي مكان. هنا طبعا السرعة في جوه الباركينج بتاع المول بتكون مش 50 طبعا، بتكون قليلة جدا، 10 وساعات 5 وساعات يعني 15 سرعة الطريق يعني جوه الباركينج، لان بيكون في ناس ماشية، في عربيات بتبقى طالعة من الباركينج، حاجات من دي، فلازم نخلي بالنا من الحاجات دي، بندي الأولوية للناس طبعا اللي بتعدي. ونبص نشوف الناس يعني خلاص عدت، وان امان ان انا اعدي بالعربية، الاولوية للناس طبعا وسلامتهم. طبعا بنخلي بالنا من اي باركينج هنيجي نركن فيه، الوقت المسموح للباركينج. فهو هنا مثلا في المول هنا حاجة اسمها بي 240 يعني معناها حركن 240 دقيقة، باركينج 240 دقيقة، فيعني مش مسموح ان احنا نخالف الوقت المحدد لأي باركينج سواء في المول او خارج المول. خلاص امان ان انا اعدي، طبعا الناس عدت خلاص فعدي. يعني هنا في كمان موجود هنا باركينج بي 90، فده معناه ان انا اركن هنا مسموح لي اركن 90 دقيقة، بتبقى موجودة في علامات زرقاء على عند الباركينج موجود. هنا في قدامي اهي مثلث مقلوب مكتوب عليه جيف واي، طبعا بدي الاولوية للي جاي من على اليمين، مفيش حد جاي على اليمين وانا هخش شمال، خلاص بعدي. ناخد وقتنا تماما، ما نستعجلش خالص. انا مش هركن خلاص في المول، انا هطلع بره المول. المهم القاعده اللي انا قلت لكم عليها اللي هي الوقت المسموح للركنه، فلازم نخلي بالنا. دلوقتي السرعه بقت 30 لان احنا برضو لسه في دائره حوالين المول، لازم نخلي بالنا. دلوقتي انا هدخل شمال، بدي اشاره شمال وبمشي في الحاره بتاعتي، موجود السهم على الارض ان ده هيخش شمال، ببص طبعا في المرايات، ببص في الطريق اللي جاي من على اليمين. نخلي بالنا من الحارات مكتوب عليها باس اونلي، ان الحاره دي مخصصه فقط للاتوبيسات للباصات، فيعني لازم نخلي بالنا، ما ينفعش، ممنوع تماما ان احنا نمشي فيها، فلازم نخلي بالنا لان هنا في موقف باص عند المول، فلازم نخلي بالنا. طيب انا لحد دلوقتي ما لقيتش اللي هي العلامة بتاعت الطريق اللي هي مكتوب عليها ستوب ساين، اللي هي يعني شبه الجيف واي، اللي هي قاعدة الجيف واي، بس الفرق بينها وبين الستوب ساين ان الستوب ساين بقف تماما على الاقل لمدة 3 ثواني، لو الطريق يسمح ان انا اعدي بعدي، ما يسمحش بفضل واقفة تماما، العربية ما تقعدش تقدم خالص قبل الخط الاصفر. طبعا بنعرفها ازاي؟ بيكون موجود علامة مكتوب عليها ستوب لونها احمر، مكتوب عليها ستوب، والخط في الارض لونه اصفر، الخط اللي قدام العربية بيكون لونه اصفر، ده ممنوع تماما ان انا اعدي الخط ده، ممنوع. حاليا دي دوران، انا همشي على طول، مش حد اشارة ان انا داخلة يمين او شمال، انا همشي على طول، حد اشارة دلوقتي شمال ان انا طالعة الحارة دي. باخد سرعة الطريق، عايزه
عايزه اغير الحاره بدي اشاره، ببص على مراياتي مفيش حد وجاي من ورايا، فخلاص بدخل على الحاره بتاعتي على طول. دلوقتي احنا في دوران كبير شويه اسمه راوند اباوت، فببقى اخلي بالي لان في عربيات جايه من كذا اتجاه، فبخلي بالي من اشارات العربيات ماشيه ازاي. طبعا بدي الاولويه للي جوه الدوران واللي جاي من على يميني. خلاص امان، بعدي. هغير الحاره شمال، بدي اشاره، ببص في المرايات ما بلاقيش حد، بمشي على طول. انا هدخل شمال فبدي اشاره وبدخل في الحاره بتاعت الشمال. طبعا برضو دي جيف واي، فانا ببص خلاص الطريق مسموح لي، مفيش اي حد هيعطر الطريق من الجهه اليمين، بدخل وباخد سرعه الطريق. دي سرعه 80 فانا باخد سرعه الطريق 80. خلي بالنا في المطر، بنقلل السرعة شوية، يعني حاليا الجو بيمطر شوية فبنخلي بالنا، لان كمان حتى بقية العربيات برضو بيكونوا مقللين سرعتهم، فاحنا برضو نخلي بالنا. طبعا هنا زي ما انتم سامعين مفيش كلاكسات خالص، ما بنستعملهاش الا في وقت التحذير فقط. طبعا انا الاشارة خضراء فانا بعدي على طول. خلي بالنا جدا من تغيير الحارات، ده مهم جدا ان بندي اشارة وبعد كده بنشوف المكان يسمح ان احنا نعدي ولا لا. معلش سامحوني لان انا لازم برضو اركز في الطريق. استنوا معايا لحد ما الاشارة تفتح. حاليا الاشارة فتحت وانا ماشية، انتوا شايفين على الجنب اليمين في عربيات جايه قدامي، طبعا في خط اصفر ممنوع تماما ان انا اعمل يو تيرن والخط يكون اصفر، ممنوع. دي من قواعد الطريق لازم نخلي بالنا منها، سواء اللي عايز يمتحن الامتحان النيوزيلندي او اللي جاي مع انترناشونال لايسنس وعايز ان هو يسوق ومش عارف ايه القواعد بتاعه الطريق. دلوقتي الاشاره فتحت ودلوقتي الطريق حارتين، بس في علامه في الجنب ان الطريق هيقفل يكون حاره واحده، فلازم ان احنا بنبقى عاملين زي السوسته كده، يعني ان العربيه تيجي من جهه الشمال وعربيه من اليمين، عربيه من الشمال وعربيه من اليمين، ان احنا عشان الحارتين يضموا مع بعض. فهي دي حتى اسمها ميرج لايك زب، يعني خشوا مع بعض زي السوسته بالظبط. دي القاعده بتاعت الطريق اسمها كده. هخش يمين فبدي اشاره يمين وبوقف في الحاره بتاعتي المخصصه ليا لحد ما الاشاره بتفتح. في قاعده تانية مش عارفه مش هينفع تبان للاسف، في الحارات الشمال اسمها turn left at any time with care. دي معناها ان انا بفضل بدخل شمال، دي تلخبط شوية هي وقاعدة الجيف واي لان هي مشابهة شوية، لان بس الفرق بينها وبين الجيف واي ان الجيف واي بقف وبدي الاولوية للي جاي من على اليمين، لكن اللي هي turn left with any time with care دي معناها ان انا باخد حارتي الشمال عادي وبعدي بحدي سرعتي حاجة بسيطة، بس ما بقفش وبدخل فيها. معلش تابعوني،
دي تالت عربية بوليس زي ما انتوا شايفين ماشية في الطريق، فبرضو البلد امان. نرجع تاني للقاعدة بتاعت turn left is any time with care، دي معناها ان انا باخد حارتي الشمال عادي، بخش شمال وبطلع، لو الطريق زحمة بقف بهدي سرعتي لحد ما ادخل على الحارة اللي انا عايزاها، لو هدخل يمين او لو الحارة مكملة معايا. فانا بخلي بالي من القاعدة دي جدا جدا جدا. طبعا انتوا لما هتيجوا هتشوفوها عملي وهتتدربوا عليها. انا بس بحب اقول لكم الفرق بين الجيف واي والستوب ساين وتيرن ليفت وذ اني تايم وذ كير. لازم تخلي بالكم من الثلاث حاجات دول. الستوب ساين بنقف تماما لمده 3 ثواني لحد ما نشوف الطريق ان هو امان ان احنا نعدي فيه، سواء هنمشي على طول او هناخد اشاره يمين او اشاره شمال، يعني هنمشي يمين او هنمشي شمال. فلازم دي بنقف تماما قبل الخط الاصفر ونعدي بعد كده لو الطريق امان. الجيف واي عادي بتحرك بالراحه شويه شويه لحد ما الطريق يسمح لي ان انا ادخل. هي مشابهه شويه للستوب ساين، بس لازم الستوب ساين نقف تماما لمده 3 ثواني، كانك بطلت العربيه لمده 3 ثواني. ده لازم، ده نقطه سقوط ونجاح في الامتحان، بالذات كمان الناس اللي هتمتحن اتعلمت سواقة هنا وطلعت من الليرنر لايسنس للريستريكتد لايسنس، فدي الامتحان بتاعها بيكون ساعة، فطبعا بيدققوا على كل حاجة موجودة فيها، فلازم نخلي بالنا جدا جدا. طبعا الشارع الحارة اللي جنبي اليمين مكتوب عليها only buses، يعني مسموح للعربيات بس، للباصات بس، سوري للاوتوبيسات فقط، ممنوع ان انا اقف فيها او حتى ادخل فيها، لان ده شارع مخصص للاوتوبيسات بس. طبعا بيبقى فيه طرق كتير بيكون فيه حارة على الشمال للعجل فقط، طبعا بكون مخليه بالي منها لو في عجل، فنخلي بالنا. انا حاليا بس وقفت الفيديو شويه على ان علشان كنت ماشيه في الطريق. دلوقتي انا هدخل يمين، فمستنيه الاشاره السهم اليمين ان هو يكون لونه اخضر عشان اقدر اعدي. طبعا دلوقتي انا في عربيتين جنبي، انا عربيه وفي عربيه جنبي، وكل واحده فينا لينا حاره، واحنا الاثنين هنخش يمين. دلوقتي لازم بمشي في الحاره بتاعتي، طبعا العلامه موجوده في الطريق كده زي ما انتوا شايفين، ما بجيش على العربية اللي جنبي خالص، فكل واحدة فينا، كل عربية فينا ليها حارة مخصصة فبمشي فيها. عايزة انقل على الحارة اللي جنبي بدي اشارة وبطلع، طبعا بشوف لو في عربيات ورايا او لا. طبعا بيبقى فيه في جنب الطريق مواقف بص، دي ممنوع ان انا اركن فيها في كل الاوقات، ممنوع اركن في موقف الباص، لان الباص بيكون شغال طول اليوم، فما ينفعش اركن فيها، لان كده بابسط حاجه بيتبلغ على العربيه الونش بيجي بيشيلها على طول، فلازم بركن في الاماكن المخصصه وخلي بالي من الوقت، دي اهم حاجه. زي ما انتوا شايفين انا سايبه مسافه كويسه بيني وبين العربيه اللي قدامي، علشان لو حصل لا قدر الله اي حاجه بقدر ان انا لو فرملت ما اخبطش في العربيه اللي قدامي، يكون في مساحه كافيه بيني وبين العربيه اللي قدامي. شمال، انا بدي اشاره وببص على المرايات
بدخل. ده برضو جيف واي، في عربية جاية من على اليمين، فبستنى كل العربيات اللي لما تعدي وانا اعدي بسهولة جدا. طالما بنتبع قواعد الطريق وعارفينها كويس يبقى خلاص بتبقى الامور بسيطة جدا ومن غير اي تعقيد. برضو يمين لان الحارة دي يمين بس، قصدي اسفة شمال بس، فبدي اشارة شمال. لازم الاشارات لازم. هدخل يمين، دي قاعدة مختلفة. دلوقتي في شارع على ايدي اليمين وطريق على طول. في قاعدة اسمها top of the T goes before me، يعني انا مسموع، يعني العربيات اللي جاية من الشارع ده تقف لحد ما انا ادخل الشارع، لان انا يعني لو رسمنا الشارع على حرف T، على شكل حرف T، فانا في التوب بتاع ال T، يعني انا في الشرطة اللي فوق بتاعت حرف ال T، فانا واقفة. العربيات اللي واقفة في الحرف T من تحت، اللي هي الشارع اللي هو اللي في العصاية بتاعت حرف التي من تحت، تديني طريقي. طبعا دي العربية داخلة في الشارع فهي مدية اشارة، فانا مسموح لي ان انا اطلع. فالقاعدة اللي هي بتاعت حرف التي، لو طالما انا واقفة على حرف التي من فوق، اللي هو الشارع كأنه على حرف تي، واقفة على حرف التي من فوق، انا مسموح لي ادخل قبل ما العربيات اللي تطلع قدامي. دي قاعدة اسمها top of the T goes before me. طبعا في خط اصفر ممنوع ان انا اعديه او ادوس عليه او اعمل يوتر. في عربية بوليس برضو ماشية قدام. طبعا دي دوريات على طول، طول اليوم بتكون ماشية في الشوارع عشان امان، لو في حد ماشي فوق السرعة، لو في حد محتاج اي مساعدة، لو في اي حاجة، يعني في لا قدر الله حادثة، طبعا بيكون الدوريات منتشرة في الشوارع فبتكون سهلة عليها انها تيجي بسرعة. فتقريبا كده انا غطيت لكم اغلب القواعد بتاعت الطريق، فدي لازم نخلي بالنا منها، لازم نمشي في الحارة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين السواقة مش صعبة خالص، بناخد بالنا من الاشارات بتاعت العربيات اللي قدامنا رايحة فين، بنهدي، بنسيب مساحة بيني وبين العربية اللي قدامي. كمان نخلي بالنا من الجيف واي ساين، ستوب ساين، والترن ليفت وذ اني تايم وذ كير. دي لازم نخلي بالنا من الحاجات دي، والاشارات في الدوران دي نخلي بالنا منها. في اخر حاجة خالص اللي احنا يعني نخلي بالنا، اخر حاجة خالص احب بس اقول لكم عليها، ان لو مثلا في وقت الامتحان اللي هو الاوفيسر اللي بيمتحننا، في شارع بيكون مكتوب عليه انه اكزيت، ان هو ملوش مخرج، ان هو شارع مقفول، فاخر الشارع بيكون في زي يعني بيبقى واسع كده، بيبقى شكل بيضاوي كده من الاخر الشارع، فده بندي اشارة يمين ان احنا هنمشي في اللي هي زي ما يكون الشكل البيضاوي ده كل مرة واحدة، وهنطلع تاني، يعني بناخده كده يعتبر جنب الرصيف كله كده، ونخلي بالنا طبعا لو في عربيات ركنة، لان ده بيبقى شارع سكني، هناخد ندي اشارة يمين وناخده تماما ونطلع من نفس الشارع. دي القاعدة بتاعته وقت الامتحان. غالبا كده انا قلت لكم كل التفاصيل، يا رب اكون وفيت ان شاء الله. لو في اي حد عنده اي اسئلة يا ريت يسألني في كومنت تحت الفيديو، وان شاء الله ارد عليه بالقاعدة المظبوطة. يعني انا اتعلمت هنا السواقة في نيوزيلندا، فعشان كده انا يعتبر حافظة قواعد الطريق وبحاول اقول لكم عليها وبساعدكم فيها، لان هنا الامتحانات يعني بيدققوا عليها قوي علشان سلامة الناس وسلامة يعني المواطنين اللي موجودين. فيا رب اكون وفيت وافدتكم، ولو في اي اسئلة اسألوني،
وشكرا لكم، سلام عليكم.